يلا ثامر ثامر ثم برجع لك ثامر. أنا أتذكر لكم يا عيال. أسلم يا ثامر. بما أنك شيخ فيها أبيات يقول. يا أخي من قالك إني شيخ؟ اسمع يقول. لا والله ماني شيخ. يقول. والله شيخ طرد. إيه. لا والله. أسلم. يقول جيت أنشد الشيخ مير الشيخ مفتاني. والشيخ وجه بشوش ولا ضحك سنه سمع سؤالي بعد رحب وحياني ثم قال شف لك شيخ ثاني وانشده عنه وانا سؤالي عن اللي بالهوى جاني وابغى جوابه بحكم الشرع والسنه الادمي لا سرق البادمي ثاني هو من هل النار ولا من هل الجنه جواب انت ابشر والله بس سعد